الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده ويقينا لا شك بعده وإخلاصا لا رياء بعده اللهم إنا نسألك إيمانا يخالط شغاف قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد
وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند صبره، ويا من قل له عند بريته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا عظيما، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، وعليك بالطاغية وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، بقوتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.